الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الطيب الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء المتابعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. فيديو هذا اليوم من محافظة سكارية، تحديدا بحيرة صبنجة وساحلها الجميل. تم تصوير هذا الفيديو بتاريخ 14 مايو 2024. درجات الحرارة لهذا اليوم العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية. سعر صرف الدولار لهذا اليوم كل 100 دولار أمريكي يساوي 3200 ليرة تركية، كل 10 ليرة تركية تساوي 400 دينار عراقي. أتمنى لكم وقت ممتع بمشاهدة هذا الفيديو.